عقدت الشركة السودانية للهاتف السيار زين لقاء تفاكريا مع رموز مجتمع الأدب والنقد وقادة الأجهزة الإعلامية والصحفية بفندق كورال بالخرطوم، التقوا فيه ومجلس أمناء جائزة الطيب صالح العالمية للإبداع الكتابي في دورتها الثالثة التي ستشهد قاعة الصداقة ختام فعالياتها يومي 21 و22 من فبراير الجاري. بروفيسور علي محمد شمو رئيس مجلس أمناء الجائزة رحب بالحضور وشدد على أن آراءهم ومقترحاتهم ستجد من كافة أعضاء مجلسه آذانا صاغية وفائدة مقدرة. نحن كلنا آذان لنستمع منكم إلى الملاحظات وإلى المقترحات وإلى الاقتراحات، وبإذن الله سبحانه وتعالى سنستفيد منها جدا في أعمالنا، وهي كما ذكرت جزء مكمل جدا ومهم جدا بالنسبة لمجلس الأمناء لجائزة الطيب صالح. كما أشاد شمو بتغطية الإعلاميين وأهل الصحافة لفعاليات الجائزة على مدى العامين الماضيين، وعبر عن تطلعاته بأن تبرز فعاليات الدورة الثالثة على نحو أفضل وأشمل. الأستاذ الأديب مجذوب العيدروس سكرتير عام جائزة الطيب صالح العالمية للإبداع الكتابي ذكر بأن أهم أسباب نجاح الدورة الثالثة يكمن في اهتمام وتشجيع أهل الثقافة لها، كما شدد على أن الإعلام المحلي كان له أكبر الأثر في انتشار نشاطات جائزة الطيب صالح. وقال العيدروس إن من الاقتراحات التي قدمت العام الماضي الانفتاح على إفريقيا، ولذا فإن ثمار جهد مجلس الأمناء في هذا الشأن ستقطف أثناء هذه الدورة بإذن الله. وختاما، تم تدشين الأعمال السبعة الفائزة في الدورة الثانية لتوزع مطبوعاتها على كافة الحضور. أنا أحيي القائمين على الجائزة مرة أخرى، وأعتقد أن جائزة زين ستبقى، جائزة طيب صالح للإبداع الكتابي ستبقى وستزدهر عام بعد عام وستتطور. أنني في حضرة الطيب صالح، وهذا واجب، مهما صعبت الوقفة لا بد أن أقف لأن هذا واجب أن يكون ما دام في حضرة الطيب صالح. الأمر الثاني أنني أيضا في حضرة من مولوا لهذه الفعاليات كلها بسخاء، وأولئك الذين خططوا لها بذكاء والذين تداعوا للحضور إليها بوفاء.